السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، عندنا واحد بياخد البيوت من على المحارة ويشطبها تشطيب كامل، وبعد كده الناس بتدفع له بالتقسيط بحكم كده، وبيجيب أجهزة برضه للبنات العرايس وبالتقسيط. لا لا كده، صورة البيع، صورة العمل إجمالا، إذا جاء وقال لك أنا أنهي لك تشطيب هذه الشقة ب100,000 على المواصفات الآتية، وصف لك المواصفات، لا بأس بذلك. بس افهم كلامي، افهم كلامي. يعني إذا جاء على الإجمال وقال يا أخي مواصفات تشطيب الشقة هذه اكتبها لي، كتبت له المواصفات التي تريد أن تشطب لك بها الشقة، قال أنا ملتزم بهذا ب100,000 جنيه، بملتزم بهذا ب100,000 جنيه، لا بأس بذلك، سيقول لك هسددها على سنة سنتين أنت أحرار. قال لك أيضا، أنت ماذا تريد لابنتك؟ قلت أريد ثلاجة وغسالة وبتجاز. اكتب الماركة، كتبت الماركة، هتسدد على كم سنة؟ سدد على سنتين. قال لك ب50,000 جنيه إجمالا، لا بأس بذلك. غير كده لابد أن توضح لنا صورة العقد التي تبرمها معه. شكرا.